عند قمم الصبر كان مقامها، وفي ربوع الأنين غدا تقلبها، غصص آلام وجراحات. إنها الزهراء، إنها بضعة الرسول. سنقف أمام باب الحزن ونستمع منها آهات. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على رسوله الأمين المبعوث رحمة للعالمين محمد المصطفى وعلى آله الطاهرين الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. المجد يشرق من ثلاث مطالع في مهد فاطمة، فما أعلاها؟ هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى، هادي الشعوب إذا تروم هداها. صلوات الله عليها بضعة المصطفى، هي نطفة طاهرة ونسمة كريمة باهرة، وسيدة فاضلة أشبه ما تكون بسيد الخلق. بهذا وصفتها زوج الرسول عائشة بقولها: ما رأيت أحدا من خلق الله أشبه حديثا وكلاما برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فاطمة. السلام عليكم أعزائنا المشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة ونحن نستمع إلى آهات الزهراء، محطات نستقي منها العبرة والعبرة. نقف مع سيدة النساء عليها السلام، نئن لأنينها ونبكي لبكائها، وهي تروي لنا على لسانها وكما ورد في كتب التاريخ، حيث كانت تحوم حول أبيها وتسأله: أبتاه أين أمي؟ بعد أن فقدتها وهي بعمر أمس ما تكون فيه لرعايتها وإحاطتها بدفء حنانها. ونستلهم الدروس والعبر من صبرها وثباتها رغم محنتها. محطة اليوم متابعين الأفاضل ستكون مع الزهراء، البنت البارة والمجاهدة الناصرة، الحانية على أبيها حنان الأم الرؤوف، المؤازرة له في جهاد أعدائه، مطلع دعوة الله وتبليغ رسالة السماء في مكة. كانت سلام الله عليها نعم الناصر لرسول الله رغم صغر سنها، أدت دورها الرسالي في الوقوف إلى جنب أبيها صلى الله عليه وآله وسلم منذ مطلع الدعوة، والذب عنه وحمايته ونصرة دعوته. فقد فتحت السيدة فاطمة الزهراء عينها في وجه الحياة وفي وجه أبيها الرسول، ترتضع من أمها السيدة خديجة اللبن المزيج بالفضائل والكمال. وكانت تنمو في بيت الوحي نموا متزايدا، وتنبت في مهبط الرسالة نباتا حسنا، يزقها أبوها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم العلوم الإلهية، ويفيض عليها المعارف الربانية، ويعلمها أحسن دروس التوحيد وأرقى علوم الإيمان وأجمل حقائق الإسلام، ويربيها أفضل تربية وأحسنها، إذ وجد الرسول في ابنته المثالية كامل الاستعداد لقبول العلوم ووعيها، ووجد في نفسها الشريفة الطيبة النورانية والتهيؤة لصعود مدارج الكمال. إلى جانب هذا، شاءت الحكمة الإلهية للسيدة فاطمة الزهراء أن تكون حياتها ممزوجة بالمكاره، مشفوعة بالآلام والمآسي منذ صغر سنها، وتوالت المشاهد القاسية التي كانت أليمة الوقع على نفسها الطاهرة وقلبها العطوف منذ نعومة أظافرها. فقد فتحت عينها عليها السلام على المحن التي قاساها أبوها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل الدعوة، وما رافقها من التعذيب والتنكيل بالمستضعفين من أتباعه، وهجرتهم إلى الحبشة، وحصار بني هاشم في شعب أبي طالب نحو 3 سنين
قضتها الزهراء عليها السلام مع أمها وأبيها صلوات الله عليهم بحرمان وفاقة وانقطاع عن الناس. يذكر لنا التاريخ أن قريشاً بعد أن يئست من جميع محاولاتها لضرب دعوة الإسلام ودفنها في مهدها، فلا المفاوضات ولا سياسة الإغراء بالمال والجاه ولا سياسة الإرهاب والتعذيب ولا سلاح الدعاية ونشر الشائعات والافتراءات، كل هذا ورسول السماء وصاحب دعوة الله صلى الله عليه وآله وسلم يزداد ثباتاً وإصراراً وقدماً في تبليغ الرسالة الإسلامية، والمسلمون يزدادون يوماً بعد يوم، وقد أصبحوا قوة لا يستهان بها. من هنا قرر جبابرة قريش القيام بمحاولة يائسة لمحاربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته بأسلوب عار من كل قيم الإنسانية، من خلال تجويع الأطفال والنساء والشيوخ وفرض حصار اجتماعي واقتصادي على بني هاشم ومقاطعتهم في شعب أبي طالب. كان المحاصرون يقاسون الجوع والحرمان في كثير من الأيام أثناء الحصار، ولقد بلغ الجوع والحرمان حداً جعلهم يأكلون الأعشاب وأوراق الأشجار وكل ما يقع تحت أيديهم من نبات الأرض. وكان أشد إيلاماً على قلب رسول الله صرخات الأطفال تلك وبكاءهم من شدة الجوع، وطالت المدة 3 سنين وشهوراً، وحصار قريش لا زال قائماً ظناً منهم أن هذا الأسلوب إن لم يثني عزيمة رسول الله صلى الله عليه وآله فعلى الأقل أنه سوف يعزله عن أسرته وعائلته ويكون سبباً لتفرقة الأهل والناصر عنه، إلا أن ظنونهم هذه ذهبت أدراج الرياح وتكسرت أحلامهم أمام صلابة موقف الأهل والناصر لرسول الله صلى الله عليه وآله. إنها زوجه خديجة بنت خويلد عليها السلام، أم الزهراء عليها السلام، حيث كانت إلى جانبه ولم تتوانى عن بذل كل ما يمكن أن يخفف من آلامه صلى الله عليه وآله، وهذا ليس بجديد عليها، فحياتها مع النبي تشهد على أنها كانت مثالاً للعطاء ونموذجاً للوفاء وعنواناً للزوجة الصالحة، فالتاريخ يشهد لها بأنها وما ملكت معنوياً ومادياً قد وهبته لله ولرسوله. أما الناصر الشهم أبو طالب عليه السلام فقد كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاملاً سيفه ويمشي خلفه معلناً للملأ من قريش أنه لا زال على عهده، نعم الناصر لرسول الله والمؤازر لدعوته. وهكذا انتهت فترة الحصار، وخرج الهاشميون حينئذ من شعب أبي طالب في 10 للبعثة بعد معاناة طويلة، وكانت السيدة فاطمة الزهراء تعيش هذه الأحداث بروحها وفكرها، فتلك المأساة أيقظت فيها سلام الله عليها روح الجهاد والاستقامة والمثابرة، وكأنها كانت فترة التمرين والتدريب للمستقبل القريب. وفي 10 من شهر رمضان أصيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحزن عميق، ففي ذلك اليوم رحلت رفيقة رسالته ومعاناته زوجته السيدة خديجة الكبرى عليها السلام، التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيها: رزقت حبها. نعم، لم تهنأ الزهراء عليها السلام بالعيش الرغيد مع أمها وأبيها صلوات الله عليها بعد خروجهم من مخمصة الشعب إلى نحو 1 عام، حيث فجعت بوفاة أمها الرؤوم التي كانت تمنحها الدفء والحنان وتضفي عليها الحب والأمان. ولكن يا ترى كيف كان حال مولاتنا الزهراء عليها السلام عندما فقدت أمها وهي لا تزال صغيرة؟ بل أين رمت نفسها حين ألقى الكرى بعينها وهي لم تجد حضن أمها الدافئ لتخفو فيه وتلتحف لمسات الحب والحنان من يديها؟ جعلت ألوذ بأبي رسول الله صلى الله عليه وآله وأدور حوله وأسأله: يا أبتاه، أين أمي؟
فجعل النبي صلى الله عليه وآله لا يجيبني، فجعلت أدور وأسأله: يا أبتاه، أين أمي؟ ورسول الله صلى الله عليه وآله لا يدري ما يقول. فنزل جبرائيل عليه السلام فقال: إن ربك يأمرك أن تقرأ على فاطمة السلام وتقول لها: إن أمك في بيت من قصب، كعابه من ذهب وعمده ياقوت أحمر، بين آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران. فقلت: إن الله هو السلام، ومنه السلام وإليه السلام. إن الله هو السلام، ومنه السلام وإليه السلام. نعم، إنه التسليم المطلق لإرادة الله ولما يختاره سبحانه لأوليائه من عظيم بلائه ورفيع منزلته. فما كان من الطفلة الصغيرة التي انتزعت للتو من حضن أمها الدافئ، وبعد أن كانت تحوم حول أبيها وتبحث عن أمها، إلا التسليم والرضا للحق سبحانه. سلام الله على الزهراء وأم الزهراء. وفي العام نفسه، والزهراء عليها السلام لما تبلغ 5 فجعت رسالة الإسلام بموت كفيل النبي صلى الله عليه وآله وناصره وحامي رسالته عمه أبو طالب عليه السلام. فكان عام الحزن وفراق الأحبة واشتداد شوكة المشركين على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه المستضعفين. قال صلى الله عليه وآله: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. وقد وصلوا في أذاه إلى ما لم يكونوا يصلون إليه في حياة أبي طالب عليه السلام، حتى نثر بعضهم التراب على رأسه الكريم. وكانت الزهراء عليها السلام ترى بعينيها ما يفعله المستهزئون ويقوله المتآمرون من أجلاف قريش، فكانت تحن على أبيها صلى الله عليه وآله كالأم الرؤوم، وتغمره بحنانها وتفديه بروحها وتميط عنه الأذى وتخفف من آلامه وتهب لنصرته وتقوم على خدمته، فهو صلى الله عليه وآله حياتها كلها. يتراءى أمام ناظري ذلك الموقف المؤلم وهي ترى سفهاء القوم يحثون التراب ويضعونه على رأس سيد الرسل. ترى كم من الألم تداخل قلبها الحنون الذي ملئ حبا وحنانا لأبيها صلى الله عليه وآله وسلم. لقد نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنشر على رأسه التراب. فدخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بيته والتراب على رأسه، فقمت إليه فجعلت أمسح التراب عن رأسه وأنا أبكي. فقال لي: لا تبكي يا بني، فإن الله مانع أباك. من هوان الدنيا على الله سبحانه أن يجري مثل هذا على سيد الأنبياء والرسل وخاتمهم، وأكرم مخلوق عند الله أمام مرأى من سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وعلى أبيها المصطفى. ولكنها العبودية الحقة التي تسمو بروح صاحبها وتحلق به بعيدا عن سجن الدنيا وقيودها، فيهم لأجلها كل شيء. ومن هنا نعلم أن فاطمة عليها السلام بعد فقد أمها لم تكن تلك اليتيمة التي تشكل عبئا على أبيها، بل وقفت موقف العالمة بظروف أبيها صلى الله عليه وآله، المدركة لخطر الرسالة التي يدعو لها وما يحيط به من شدائد وأهوال وعداوات، فصارت ربة بيته التي تكفيه التفكير بمشاغل البيت، ووقفت إلى جنبه موقف المرأة البطلة المكافحة والمضحية براحتها ورفاهيتها، فتسمو روحها فوق كل مغريات الحياة وأسباب الراحة
لتعطي درسا لكل السائرات نحو الهدف المنشود بأن رضا المعبود أسمى الغايات، وما دونه فهو حطام الدنيا الفانية، وليس ثمة كلمة تعبر عن تقديره صلى الله عليه وآله لما لقي من ابنته الصغيرة في مواقفها المختلفة أفضل من أم أبيها في أحد معاني هذه الكنية العظيمة، كما ورد عنه صلوات الله عليه وآله أنه كان يعظم شأنها ويرفع مكانها، وكان يكنيها بأم أبيها. لم يكن تمرين الصبر والعطاء ودرس التضحية والفداء من أجل المبدأ والعقيدة الذي نهلته من أمها في محنتها أيام الحصار ببعيد عن ذاكرتها. وإذا كانت فاطمة الزهراء عليها السلام قد فجعت بأمها وهي بأمس الحاجة إليها، فقد صارت أشد لصوقاً بأبيها صلى الله عليه وآله لتنهل من سجايا نفسه الزكية ومكارم خلقه الرفيع. وكان صلوات الله عليه وعلى آله يفيض عليها بحبه وعطفه وشفقته يعوضها عن شعورها بالحرمان من أمها. هذا جانب من حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة، ومن جانب آخر كان يعلن أن حبه لها نابع من نور كيانها القدسي، فيقول صلى الله عليه وآله: لما عرج بي إلى السماء أخذ بيدي جبرائيل عليه السلام فأدخلني الجنة، فناولني من رطبها فأكلته، فتحول ذلك نطفة في صلبي، فلما هبطت إلى الأرض وقعت خديجة فحملت بفاطمة، ففاطمة حوراء إنسية، فكلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتي فاطمة. ومن هذا وذاك أشرق رباط الحب والمودة بين رسول الله وابنته فاطمة بالهيبة والإجلال، وأصبحت العلاقة بينهما من صميم العقيدة وأحد وسائل التقرب إلى الله سبحانه. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم وهو آخذ بيدها: من عرف هذه فقد عرفها، ومن لم يعرفها فهي بضعة مني، هي قلبي وروحي التي بين جنبي، فمن آذاها فقد آذاني. حيث روي أنها كانت الوحيدة في الدفاع عن أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما رمى عليه أبو جهل روث البقر، وهو صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وأصحابه عند الكعبة، فلم يجرؤ أحد على التدخل، لكنها خرجت وأسمعت أبا جهل ما روعه عن الاستمرار في السخرية من النبي صلى الله عليه وآله. وكيف لا وهي بنت محمد صلى الله عليه وآله، سليلة الوحي ومنبت الكرامة والعز والإيثار، وبنت خديجة ربيبة العطف والحنان والبذل والسخاء. نعم، حتى عند افتقار الجرأة في الشجعان من الرجال في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله، نرى هذه البنت الشجاعة الصغيرة تسارع في الدفاع عنه صلى الله عليه وآله. إن العيون لعبرى لما رأت بنت رسول الله صلى الله عليه وآله من حال أبيها وهو سيد الخلق، والله ليقف المرء إجلالا لسيدة النساء كيف أنها وقفت ذلك الموقف العظيم في دفاعها عن حرم الله. بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا وحوله ناس من قريش وثم سلا بعير، فقال: من يأخذ سلا هذا الجزور فيفرقه على ظهره؟ فجاء عقبة بن أبي معيط فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجئته فأخذته من ظهره ودعوت على من صنع ذلك، ودعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم فقال: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط. نعم، إنها فاطمة وريثة النبوة، نهلت دروس الثبات والعزم والتفاني في ذات الله حتى انصهرت بقيم السماء روحيا وفكريا،
فلم تمنعها حادثة السن من مشاركة أبيها هموم الرسالة مهما كانت الآلام، لم تضعف ولم تهن ولم تتردد صلوات الله عليها. وروي البيهقي بالأسناد عن ابن عباس عن فاطمة عليها السلام قالت: اجتمع مشركو قريش في الحجر فقالوا: إذا مر محمد صلى الله عليه وآله عليهم ضربه كل واحد منا ضربة. فسمعته فاطمة فدخلت على أبيها صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، فقال: يا بني اسكني. ثم خرج فدخل عليهم المسجد فرفعوا رؤوسهم ثم نكسوا، فأخذ قبضة من تراب فرمى بها نحوهم ثم قال: شاهدوا الوجوه، فما أصاب رجلا منهم إلا قتل يوم بدر كافرا. وهكذا كان رباط الحب بين سيدة النساء فاطمة وأبيها سيد الرسل من سنخ آخر تذوب في قدسيته كل شائبة في هذا العالم المادي، فترتقي به سلام الله عليها في مدارج الكمال، فتبلغ ما يمكنها لتصل إلى مقام تشريف هو هبة من الحق سبحانه. يصدح بهذا التشريف صوت الحق الذي لا ينطق عن الهوى، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: يا أهل الجمع غضوا أبصاركم حتى تمر فاطمة. وبهذا استحقت الزهراء عليها السلام لقب أم أبيها بأسمى وأجل معاني. يشير الإمام أحمد الحسن عليه السلام إلى هذا المعنى في قوله: أما فاطمة فلها جهة اختصاص مع الآخرة، فهي التي تلتقط شيعتها أي أهل الحق والتوحيد والإخلاص لله سبحانه يوم القيامة، وهم الحسن والحسين والأئمة ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى والأنبياء والأوصياء ومن دونهم من المخلصين. ولذا قال فيها رسول الله: فاطمة أم أبيها، فالأم هي الأصل الذي يرجع إليه. ولذا قال فيها الحسن العسكري عليه السلام ما معناه: نحن حجة الله على الخلق وفاطمة حجة الله علينا. انتهى كلام الإمام عليه السلام. ورغم كل الآهات والآلام التي عاشتها سيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام، ورغم المحن والمصاعب التي رافقت مسيرتها في الحياة، إلا أنها أعطت للإنسانية دروسا في العطاء والتضحية بلا حدود من أجل دين الله. فكان سلام الله عليها للإسلام عندما عاشت معاناة الحصار في شعب أبي طالب، وكانت للإسلام عندما وقفت مع رسول الله تميط عنه الأذى وتخفف عنه الهموم والآلام وتعطيه من كل قلبها الطاهر أعمق المشاعر والعواطف، وكانت للإسلام في التسليم والرضا لإرادة الله، فكانت بكل وجودها وكيانها وحياتها من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الشيطان هي السفلى، فأنزلها الله سبحانه منزلة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. أعزائنا المشاهدين، كانت هذه وقفة سريعة مع مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها في مشوارها مع الصبر والجهاد في سبيل إعلاء راية لا إله إلا الله. وإلى وقفة جديدة نستودعكم الله، وإلى اللقاء.